وجه الاتحاد الإفريقي دعوة لمصر والسودان وإثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد من خلال جولة جديدة من التفاوض حول سد النهضة. حقيقة أنه منذ بداية أزمة سد النهضة كان الموقف المصري واضح تماما أنها لا تمانع في إقامة المشروعات التنموية الأثيوبية ولا تمانع من استفادة أثيوبيا من مياهها، لكن مع عدم الإضرار بحصة مصر التاريخية في مياه النيل. هناك اتفاقات دولية منذ 1959 وما قبلها بالحفاظ على حصة مصر، وما فيش حد يعمل مشروع أحادي، ما فيش قرار أحادي، لابد أن دول المنبع والمصب تشارك في وضع هذه الخطة. هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي التي عقدت الثلاثاء حول سد النهضة قد أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يتضمن آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلا حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق. جهود دولية بتبذل من جانب سواء مجلس الأمن أو الاتحاد الأفريقي لتقارب وجهات النظر بين الدول الثلاث، وكله بيسعى في الإطار الذي حددته مصر، اتفاق شامل بين الدول الثلاث حول قواعد وتشغيل ملء السد. ده الإطار اللي ماشي فيه المفاوضات، وده المتمسكة به مصر، وأنا أعتقد في النهاية لابد أن تخضع أثيوبيا للمطالب المصرية حول قواعد تشغيل وملء سد النهضة. القلق ينتاب الشارع المصري بعد فشل كافة المفاوضات بين الأطراف المتنازعة لإيجاد حلول لأزمة سد النهضة، مع استمرار المحاولات المصرية والعربية لاستخدام الطرق السلمية لإنهاء الصراع. الاتحاد الأفريقي يتدخل لعقد جلسة مفاوضات، وذلك نتيجة لفشل كافة المفاوضات التي تمت خلال الفترة السابقة بخصوص سد النهضة. من القاهرة نرمين علوي، اليوم.